سلام البنات، صباح الخير، صباح النور عليكم. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم البنات غادي نشارك معكم واحد الفيديو اللي غادي يكون عبارة على روتين في الدار ديالي. هاد النهار جايين عندي صحاباتي، واحد صاحبتي اللي شحال هذا ما شفتهاش، وصحاباتي الاخرين. المهم كما كتعرفوا حنا دائما كنتجمعوا هكا مره في الاسبوع ولا جوج مرات في الاسبوع عندي وحده، واليوم قلت لهم ضروري ما تجيو عندي ونط صباح بكري باش نوجد كل شيء على خاطري، نجمع الدار، نصايب بزاف ديال الحوايج. اول حاجه بديت بها هنايا هو بيت النعاس ديالي، صراحه كان خاصو جميع، وهاد الكوافوز مع اونفاس مع الشرجم فكيشد ليا الغبره بزاف، وضروري ما كنحاول نمسح تقريبا كل يومين كندوز هكذا هذيك اللعيبه باش كنمسح، كتحيد الغبره البنات مزيان حسن من انني نمسح بشي شيفون. هاد اللعيبه اللي فيها بحال الريش والله الا كتهنيني من الغبره والتراب. المهم هنايا كنت كنشارك معكم بعض لي بارفان اللي انا تيعجبوني من اوريفلام. هنا عندي تقريبا واحد التشكيله كبيره ديال اوريفلام، وكنت كنشارك معكم هكا بالنسبه للناس اللي مثلا ما عارفينش الروائح ديالهم او لا شنو هما الروائح اللي توب توب عندهم. المهم هنايا كنستف كل حاجه كنرجعها لبلاصتها، ومن بعد غادي ندوز باش نوجد معكم شهيوات اللي غادي نصايب الكوتي. غادي ندير شي حويجات بسيط، شي حاجه غادي نصورها لكم اكيد، وشي حاجه راني ما غنصورهاش لكم باش ما يجيكمش هكذا الفيديو طويل، ونعطيكم حتى نتوما افكار الا كنتو مثلا جاي عندكم شي حد وبغيتو ديروا شي كوتي اللي يكون زوين فيه حاجه حلوه وحاجه مالحه، وشي حوايج اللي اقتصاديين اكيد غنشاركهم معكم في هذا الفيديو. هنا كما شفتوا معايا حاطه في هذه الطبيله اللي في الوسط دوك اللعبات اللي كانت دارت لينا اختي في عاشوره، واحد المصحف صغير معاه التسبيح، واحد القريعات فيهم الورد والحنة يابسة فيهم الزهر، وحاجه اخرى كنتو قلتوها ليا فاش كنت صورت لكم هاد الكوافوز هذا، قلتوا لي فاطمه دوك الروائح هكذا من شتتين فوق داك الكوافوز كيبانوا، تيبان الكوافوز زعما عامر بزاف وما عطيش ديكور زوين، فديري شي بلاطو ولا شي حاجه فاش تحطي لي بارفان. وداك الشيء اللي درته البنات درت بنصيحتكم. هنايا هاد البلاصه كنحط فيها لي بارفان ديال راجلي وادم، خديت هاد اللعيبات هادو اللي دايرين بحال بلاطو، هما ديال بحال ديال السيليكون، ودرت فيهم لي بارفان. صراحه جاو الديكور ديالهم زويون بزاف، عطى واحد المنظر احسن، وجاو هكا مجموعين احسن من انني نستفهم هكذا مفرقين فوق ديك الطبله. المهم شكرا على النصيحه ديالكم، رايكم اكيد كيهمني دائما فاش كنبغي ندير شي حاجه فكنستشر معكم وكناخذ برايكم. هنايا كنت كنحط هكذا الريحات ديال ادم، حتى هو وهذا حد ادم دائما فاش كيفيق كيقول لي ماما ديري لي البارفان، حتى هو عزيز عليه بزاف. وصافي دابا غادي نخليكم مع تتمات الفيديو. المهم البنات عاد ساليت، جمعت بيت النعاس ودوز سبيراتور وكلشي، وطلقت شويه ديال البخور هنايا باش هكذا يتعطر ليا البيت. ودابا البنات بغيت نبارطاجي معكم غير بالنسبه لواحد الكريم زوين بزاف عند اوريفلام، انا كنديرو دائما فوق ما غسلت وجهي وكنحس بوجهي انه ناشف كندير هذا البنات ديال ايسونسييل، هذا زوين بفيتامين او، زوين بزاف للوجه كيعطي واحد الايدغاتاسيون كبيره بالنسبه للناس اللي عندهم البشره جافه اولا حتى الناس اللي عندهم بشره مختلطه، ولا تقدروا ديروا حيتاش فيه واحد الايدغاتاسيون كبيره وزوين بزاف. كما قلت لكم انايا ماشي بزاف باش خديته وجربته، وقلت ضروري ما نشاركو معاكم. بحال هكا البنات اللي كيغسلو وجههم مع الصباح وكيبغيو شي حاجه ترطب لكم البشره ودوم مده طويله، ننصحكم بهذا، راه ما غاليش البنات، داير شي 40 ولا 45 درهم باش خديته، والكر البواطر كبيره شوفوا راه تيبقى عندكم مده طويله، كديروا غير واحد الشويه وكيضغط لكم الوجه مزيان مزيان صافي. المهم دابا بغيت نشارك معكم بعدا واحد الحاجه، بزاف كتسولوني فوق ما شفتوني لابسه هاد البيجامه، كتسولوني فين شريتيها وفين خديتيها وبشحال الثمن وكلشي. هاد ديال البنات كانت جاتني كادو، جابتها ليا اختي امينه في عيد ميلاد ديالي من عند واحد الصفحة سميتها بيجاما ستايل، خلي لكم انستغرام ديالهم هنا. المهم غير اللي بغى يدخل عندهم وشاف وصافي يشوفوا تشوفوا زعما هكا الحويجات اللي كيديروا، كيديروا بيجامات البنات واعرين بزاف، خصوصا البنات اللي كيبغيو هكا شي بيجامات مغايرين على داكشي اللي كناخذو في السوق. صراحه زعما شي حاجه اللي زوينه وشي حاجه اللي كلاس وكتحسي براسك انا كلابسه بيجاما ديال المعقول.
خلينا من البيجامات اللي كندخلوا بهم للكوزينه وداكشي، هذوك بوحدهم وهادو بوحدهم. المهم كيديروا بيجامات واعرين. ديجا اميره كانت كتعامل معاهم وكتاخذ عندهم بيجامات بزاف، وانا كانوا عاجبيني البيجامات ديالهم. ففاش جا عيد ميلادي قالت لي اختي شوفي انا كادو ديالي، اختاري اي بيجامه بغيتيها من ديك لاباج انا ناخذها لك. المهم نوريكم البنات غير كيفاش كتجي البيجامه، نحاول نوقف باش تبان لكم مزيان. كتجي فيها هي 3 بياس، كيجي بينوار، كيجي واحد ديباردو بحال هكا تحت منه واحد الدوني، والبينوار والسروال هادشي غيبان لكم نفس اللون، ودايز فيهم هكا بحال هاد الباندات هادو، هاد اللعيبه بحال هاد السينتا شتو، هادي دايزه فيها من هنايا ومن هاد البينوار، وحتى في سميتو وحتى في الرجل ديال السروال حتى هي دايزه فيها. وكانت هنايا كانت واحد البابيونه بالذهبي، ولكن مع التصبين صراحه تحيدات ليا، انا محافظه عليها غير تنعاود نلصقها صافي. وكتجي معاهم البنات البيضه ديالهم كتجي بحال هكا، باش كيعجبوني انهم كيديروا كل شيء يعني في نفس اللون، بحال مثلا تلبسي بيجامه كامله ومعها هكا البنده ديالها. ما عرفتش واش كيديروا حتى البالطوفات معاهم، ولكن انا ديجا شفت في الباج بلي راه كيلبسوا حتى البالطوفات معاهم، ما عرفتش زعما واش كيمشيو معاهم ولا لا. المهم غير هكا بالنسبه للناس اللي كيسولوني، راه هذيك لاباج هي مناش خديت هذه البيجامه، صراحه صدقات ليا زوينه، راه تقريبا عامين وهي عندي دابا، كنصبن ونعاود ونصبن ونعاود وما خسرات ما حتى شي حاجه. الثوب ديالها البنات ديال المبره شتوها سخيخنه زعما ماشي بارده، لبستها هذا الصباح مع جاني شويه البرد، بارد الحال وداكشي حليت شراجم ولبستها هذا الصباح، ماشي ديال الصيف ولكن عندهم بيجامات واعرين. وصافي المهم بلا ما نكثر عليكم الهضره، غندوز دابا نبدل عليا نحيدها عليا حيت جاني شويه سخونه، ونلبس شي حاجه خفيفه وندخل الكوزينه باش نوجد معاكم. بالنسبه للكوتي ديجا الغدا ما غاديش نديرو حيت بيني وبينكم ما فقناش بكري ومغطيين زعما ما فيا ما يتغدى دابا، وهذا حتى راجلي ما كاينش، ادم غادي ندير ليه الغديوه ديالو وصافي. انا حتى لوقيت هاد الكوتي وغادي ناكلو هكذا مجموعين، راكم عارفين فاش كندير فاش كنتلاها صراحه في الكوزينه وكنبغي نصوب شحال من حاجه، ما كانت بحال ما كيجينيش ديك الشهيه باش ناكل بحال كانت كهم. المهم غندخلوا دابا الكوزينه نوجد معكم الكوتي وخليكم معايا. دابا البنات غادي نصايب معكم واحد الكيك كيجي زوين بزاف، واهم حاجه انه فيه واحد المكون اللي بزاف ديال الوليدات ما كيبغيوش. المهم راكم عارفين الوليدات الصغار ما تيبغيوش لينا بزاف الخضره. المهم هنايا عندي خيزو، عندي تقريبا جوج ديال الخيزوات صغار، اولا ديروا وحده كبيره اللي عندكم على حساب المقادير ولا على حساب المول ديالكم نتوما. انا ديجا هنايا في الماكينه درت جوج ديال البيضات هكا حبات يكونوا كبار. المهم غادي نخلط في هذه الماكينه هذه باش تحل لي كلشي مزيان، صراحه عمليه هذه وتجيني مزيانه باش كنبغي نصايب الكيك. كما قلت لكم غادي ندير دابا واحد 4 معالق ديال السكر سنيده، تقريبا كاس لا ربع هو 4 معالق يكونوا هكذا عامرين ديال السكر. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الحلاوه بزاف ولا ما تتعجبهمش زعما الكيك حلو، تقدروا ديروا البنات غير معلقه ديال العسل تحليو بها، كتجي صحيه اكثر زعما من السنيده. دابا غادي نزيد ندير كلشي مكونات دقه واحده عاد نخلط. غادي نزيد كاس لا ربع ديال الزيت، وغادي ندير جوج حبات ديال الخيزو هكا اللي مقشرين ومحكوكين، غادي نحاول دابا نخلط هادشي شي شويه بهاد الماكينه عاد من بعد نزيد عليهم المكونات الاخرين. صافي تقريبا الخليط ديالي البنات راه تجانس كما كتشوفوا معايا. دابا غادي نزيد عليهم واحد رايبي بحال هكا، بالنسبه للرايبي البنات كيعطيو واحد النكهه زوينه بزاف مع كيجي مواتي مع خيزو، اولا تقدروا باش تعوضوه تقدروا ديروا معلقه ديال الكاكاو المر تقدروا تزيدوها. نعم ادم شنو بدلت لك الرسوم؟ كابوس كابوس كيقول لي الكابوس. المهم غادي نخلط ريبي مع هاد المكونات، عاد من بعد غادي نزيد عليهم غنزيد عليهم الدقيق وجوج ديال الخمارات حمرين بحال هكا ونديرهم في المول ديالي.
ومن بعد ما كملت الكيك ديالي ودخلته للفران، دابا البنات جيت باش نصايب واحد المملحات اللي اقتصاديين وساهلين ما كيشدوش الوقت، ما كيطيبوا لا في الفران لا حتى شي حاجه، وقلت نشاركهم معاكم هكا حتى نتوما مثلا نعطيكم افكار لك كنتو غتصايبوا شي حاجه ديال الكوتي وبغيتي شي حاجه سهله. فهنايا عندي الخبز ديال طاكوس البنات، خديته ودرت ليه الجبن، نتوما دهنوا باي فخوماج عندكم، انا درت الجبن حيت كيجي مواتي بزاف. وهنايا خديت الكاشير قطعته هكا طريفات صغار، عندي هنا الكاشير ديال الفرماج الاحمر، الا عندكم حتى لدان فمي ديروه، انا ما توفرش عندي، وفاش مشيت صراحه نقلب عليه في الحانوت هنا اللي قريب ليا ما لقيتوش، فاستعنت غير بالكاشير. غندير هكا طريفات ديال الكاشير، وغادي ندير من فوق منهم الفرماج ديال الساندويتش، وغادي نحاول نلوي هذاك الخبز ديال الطاكوس ونقطعوه هكا طريفات. عرفتوا كيجيو بنانين بزاف بحال ساندويتشات، ولكن تنقطعوهم صغيورين باش نقدروا هكا ناكلوهم وحنا زعما ما نضربوش معاهم، كيجيو ساهلين هكا الا قطعتوهم صغيورين. هنا نتوما تشوفوا نحيد هذوك الجنيبات اللي كيكونوا خاويين، وغادي نحاول نقطع طريفات هكا يجيو صغيورين، منها يقدر الانسان ياكله، ومنها كتعطيهم نظر زويون. الا عندكم البنات الكيغدو حتى هما تقدروا تزينوهم بهم، ديروا فيهم مثلا طريف ديال الكاشير ولا الزيتون وديروه من الفوق. انا خليتهم هكا سامبل حيت غادي نحطهم في البلاطو مع مملحات اخرين، مع البيتزا، مع شحال من حاجه. المهم بالنسبه للبيتزا راني ما شاركتهاش معكم حيت بزاف د المرات كنشارك معكم العجينه وكل شيء في الفيديوهات، فداك الشيء علاش قلت نشارك معكم غير حويجات هكا يكونوا اقتصاديين وسهلين في الكوتي. المهم جربوا هذه الطريقه اللي كنديروا بالخبز ديال الطاكوس، راه كتجي بنينه. الا بغيتوا البنات تبريصيوه شويه يعني تسخنوه شويه عاد ديروه عاد تحطوه حتى هو كيجي مزيان. انا غير حيت عندي هذا الخبز ديال الطاكوس ديجا زعما جديد، يلاه واخداه باقي طري وكلشي، قلت ما كاينلاش نعاود نبريسيه ويعاود يبرد، فخليته بحال هكا. قطعتهم هكذا طريفات صغار، وغادي نحطهم حتى يوجدوا لي الحويجات الاخرين، وغنوريكم كيفاش حطيتهم في البلاطو ديالي. غادي نزينهم هكذا غير مع بيتزات مملحات اخرين وصافي. المهم كنتمنى تجربوهم، عرفتوا الوليدات كيحماقوا عليهم، انا بعدا ولدي كيعجبوه بزاف بزاف. المهم البنات عاد وجدت الطبله، حطيت الصراحه عليها غير التويسلات والكيسان بحال هكا باش نكب فيهم العصير، ودرت هذه اللعيبه هذه في الوسط. المهم هكا باش نحط عليها من بعد الحويجات هكذا اللي عامرين. المهم غنوريكم من بعد كيفاش جات الطبله، دابا حطيت غير الطباسل والكيسان، عاد غادي نحط داكشي الاخر اللي ديجا شي حاجه مازاله في الفران شي حاجه في الثلاجه كتبرد، قلت زعما ما نحطش كلشي حتى يقربوا يجيو. وهنايا حطيت الطبيله ديال ولا الصينيه ديال اتاي، مازال ما عمرتش اتاي. هنايا هذا غادي ندير فيه العصير، ما بغيتش نجبدو دابا حيت مازال في الثلاجه، خليها كيبرد مزيان صافي. وحتى يقربوا يجيو هكا صحاباتي عاد نحط الحويجات الاخرين ونشارك معكم الطبيله من بعد. دابا غادي ندوز نبدل عليا هذه الروينه، نحيد عليا هذه البيجاما، نلبس شي حاجه ومن بعد نتلاقى معكم. المهم البنات عاد وجدت راسي، بدلت عليا، درت غير شويه ديال المكياج هكا باش ما نبانوش صفرين صافي، ولبست عليا واحد القفيطين هكا غير عادي ديال الدار. عندي هاد القفيطين كنديرهم سامبل براندا، شو الخدمه اللي فيه براندا والعقيق، وسامبل هكا حتى لتحت كنلبسهم هكا في الدار، لا كنجي عندي شي حد اولا احسن من انني نبقى جالسه غير بالبيجامه صافي. دابا نتسنى غير صحاباتي يجيو ومن بعد نشارك معكم الطبيله ان شاء الله. المهم البنات هي الطبيله ديالي، يلا حطيت عليها تقريبا كلشي دوك المملحات اللي صايبت معاكم والبيتزا من بعد ما طابت. هنا المسمن يلا جابته صاحبتي، جابت لنا مسمنه معروفه بالمسمن ديالها زوينه البنات. وهنايا البغرير صايبته، درت شويه الزبده والعسل، وداك الكيك ديال الخيزو اللي صورت معاكم حتى هو صافي، كبيت العصير وبريريت ديال اتاي. دابا كنتسنى غير البنات الاخرين يوصلوا ونديروا الكوتي مجموعين. المهم البنات ما صورتش لكم مازال صراحه، بقينا غير جالسين انا والبنات، دوزنا عشيه زوينه بزاف، شربنا كويس ديال اتاي وخرجنا الجريده، بقاو جالسين الدراري كيلعبوا قدامنا وحنا مجمعين. صافي دابا عاد شويه هذا باش مشاو نض، جمعت الروينه، جمعت الصالون وكلشي، ودابا جيت باش نرتاح ونجلس كونسونطرا مع راسي. ومنها البنات نسولكم حتى على
قولوا لي كيفاش جاكم هذا القرار اللي خرج ديال تأجيل الدخول المدرسي واحد الشهر ان شاء الله؟ واش عجبكم الحال؟ واش ما عجبكمش؟ شنو هو الرأي ديالكم؟ خليوا لي لتحت في لي كومونتير، بغيت نعرف زعما الرأي ديالكم. انا بيني وبينكم البنات ما عنديش مشكل، حيت ولدي زعما مازال ما دخلش، مازال ما دخلش زعما مازال ما كبرش باش يدخل القرايه ديال الصح والمعقول، ما عنديش مشكل. فجاني قرار عادي يعني، ماشي زي ما ماشي شي حاجه اللي ضراتني. هذه اول حاجه. وتاني حاجه انه احنا زعما يلا سجلناه، ماشي باطل الحال باش سجلناه، فقلت ماشي مشكل فيها خير. قولوا لي انتم رايكم كيفاش جاكم هذا القرار. نقلب لكم الكاميرا بعدا باش تشوفوا لقيت راجلي عاد دخل وجاب الكتوبه ديال الادام اللي غيحتاجهم وكل شيء، وقلت نبارطاجي معكم هكذا باش انتم تاخذوا فكره. هانتوما البنات كما قلت لكم لقيت راجلي عاد جاب الكتوبه الادام داكشي اللي كيحتاجو. عرفتوا ادم فاش شافهم، شاف هاد الوراق وهاد الشيء ديال الرسم، قال لي ماما جبديهم لي نرسم بهم دابا. زربان هو باغي يرسم. المهم داكشي كامل اللي كيحتاجو هنايا هادو. نعم ادم بغيتي ترسم بهم؟ تبدا المدرسه جايبين لهم هادو كيديرو بهم على ما اظن دوك الاشكال، كيبقاو يقطعوهم وقيلو كيرسمو فيهم، كيصوبو بهم هكا اشكال زوينين. هاشو عرام ديال التخربيقات البنات زعما. هانتوما بحال هادشي ديال الوراق فاش كيجمعو. المهم هادشي اللي طلبو منا هادو البنات دوك طابليات اللي كيلبسوهم الوليدات على حساب فاش كيديرو لاباتور باش ما يعمروش حويجاتهم بالصباغة وداكشي، كيلبسوهم هاد الطابليات هادو كيتباعو ديال البلاستيك. هنا الدفطار، هنايا شنو مازال، هنايا واحد الملف وقيلا فين كيديروا داك الرسومات وداكشي اللي كيديروا ديالهم، وهاد الاخرى لا ما نحلوهمش ادم غير نوريهم لهم صافي. لا عفوا ولدي، هنايا الملونات غتعمر يدك، وهنايا هادي العجينه وقيله العجينه. قلتوا البنات بهاد العجينه كنت كنحماق عليها انا فاش كنت صغيره، تنبقى نلعب بيها زوينه تتعجب الوليدات الصغار. المهم فيها جوج، وين بزاف ديال التخربيقات كاينين هنايا، انا كنقول تخربيقات. هاي وحده اخرى هاد ديال البيضه، هادو الفترات حيت كما عارفين دابا ادم كاين في لابتيت، فضروري غادي يقراو هاد العام، يعني غيقراو بزاف ديال الحاجات ماشي بحال العام اللي فات ما كانوش عندهم كتوبه كيقراو فيهم، كانوا غير كيديروا شويه ديال لابانتور كيتعلموا بعض الحروف هكا فيتر مقاس. هادي الكولا الساقه. المهم بزاف ديال الحاجات مازالين هنايا على حساب المهم هادشي اللي سجلوا لينا الكتوبه حتى هما. ها هما هنايا البنات ما محلولينش، ما بغيتش هكذا نحلهم. شوم هادو الاوراق وقيلا هادو الاوراق ولا الكتوبه ديالهم، هادو الكتوبه وهادو الاوراق ديال الرسم اللي كاينين في التحت. المهم غنجمع هادشي نحيدو على ادم حيت الا خليتو ليه غادي يرون كلشي هادشي. وصافي البنات غنست معكم لا فيديو هنا بلا ما نطول عليكم، ديجا دوزنا واحد النهار طويل عريض، شاركت معكم تقريبا كلشي من الصباح. وصافي هادشي اللي كاين، خليت لكم راحة البال وبسلام عليكم.